اعضاء الكتلة يمثلون قطاعات مختلفة، قطاع السيارات، قطاع الانشائي، قطاع التطوير العقاري. برنامجنا مبني على خطة تعافي للحكومة، هي برامج متشعب وخطة طموحة، واحنا طبعا عملنا برنامجنا على اساس يكون مكمل، لان الخطط هذه بشكل عام في بس كلها مسارات تعتمد على القطاع الخاص. احنا نؤمن بمقولة 3W على الرجال الانجليز، تاجر يكسب، المواطن يكسب، والحكومة تكسب، يكون الاقتصاد الوطني بشكل عام يتعافى بطريقة انه يرفع مستوى معيشة المواطن، وكذلك هذه اوتوماتيك بعد التاجر بعد راح يكون يستفيد، والمصنع يستفيد، خلق الوظائف الكريمة حق المواطنين، كل هالامور هذه تصب في الخطة. واحنا دائما لاحظتوا دراستنا في الدورات السابقة وكل اطروحاتنا اللي قدمت وطرحت كتوصيات ما تعتمد على مصلحة التاجر بحته بطريقة بحته، كانت مرسومة بطريقة ان تفيد الاقتصاد الوطني. دور الغرفة دور مهم جدا، وفي الفترة السابقة كان في تحديات كبيرة جدا، والفترة القادمة بيكون في هناك تغيرات كثيرة حسب ما سمعنا اليوم من خلال تواجدنا مع الأخوان. نقول عندهم خطة للمستقبل ونحن داعمين إن شاء الله. المرحلة السابقة أنا أتطلع أنه يكون لهم دور سياسي، يعني يكون لهم تمثيل سياسي في البلد وينقلون البحرين، بس فقط ليس فقط على مستوى البحرين، ولكن هذا الدور السياسي خليجيا، لأن هم رئيس الرؤساء الغرفة الاتحاد الغرفة الخليجية، وعربيا هم يعني بيكونوا رئيس الاتحاد الغرفة العربية، ولكن يجب أن يعطوا هذا المجلس حقه من الإنجازات اللي حققها.